أنا اسمي مريم زكريا، من دير عطية ريف دمشق، مواليد 60. ولدت بدير عطية ودرست فيها لصف التاسع، وبعدين انتقلت على دمشق، درست بمدرسة تمريض وتخرجت وتوظفت كمان بدمشق. أنا ب88 كان في حملة اعتقالات لحزب العمل الشيوعي بشار كمان بي. واعتقلت أنا. زوجي مختفي طبعا من 82، يعني بعد اجتياح بيروت اختفى وما عاد عرفنا عنه شيء. وكنت عايشة أنا وأهلي وبنتي، طبعا بنتي صغيرة بالشام. فترة اعتقالي أهلي تركوا البيت بالشام ونقلوا على دير عطية، خوفا على نفسهم وعلى بنتي. كان عمرها 5 سنين، كان 12 شباط يوم جمعة، وعمل طوعي فوقها انه كان في تجديد بيعة او شيء، كانوا يعملوا دوام يعني ياخذونا حتى يوم الراحة، العطلة الرسمية تبعتنا كان هو يوم حتى مو يومين عطلة، انه روحوا داوموا عمل طوعي، واللي ما بيداوم هو العمل المكتوب يعني تحت اسم طوعي بيتعاقب طبعا اللي ما بيداوم تحت اسم طوعي. ايه، فكانت في حملة ضد حزب العمل الشيوعي بسوريا، وعم يلموا كل شيء بزمانه مسلم على حدا من حزب العمل أو مارق من حده أو يعني ساكن بسابع جار منه. أنا ما فيك تعتبريني ناشطة، أنا كنت صديقة وكان زوجي من حزب العمل وأنا معه يعني، بس ماني ناشطة لا. يعني أنا بعد ما راح زوجي يعني، فأنا صرت أنا مسؤولة عن بنتي، يعني صارت أنا أم وأب وعندي طفلة يعني، فبدي حافظ على حالي كرمال بنتي. مظبوط، طبعا التعذيب لابد منه، يعني إن شاء الله ما تكون هي ما ولا عاملة شيء، لا التعذيب لابد منه. فمثلا الكفوف، الدولاب، طمشوكي وما بتعرفي منين عم يجيك الكف، الأبطال، الحكي البذيء ليوم. ايه، وبيسألوني طبعا عن يعني بيجيبوا لك استمارة شي 100 سؤال وعبي، يعني بتذكر انه بتعبي استمارة ازواج بنات خالتك. ايه والله الله ما بي، وانت بهالظرف وبهالحاله بدك تاتي تتذكري هذا مين تجوز وهذا مين مرته، وامتى ما خطر لهم يعني، ممكن الساعه 10 11 بالليل 12 بالليل المحقق مناوب، فبده حدا هيك انه بيطلع بيقعد ايه احكي لنا فلان الفلاني مثلا، يعني شيء اسم وارد بالتحقيق معي، شو كذا شو عمل شو بتعرفي شو هيك يعني. ب88 كان عمري 28 سنة، كان في بنات عمرهم 18 سنة، في بنات بكالوريا كانوا عم يروحوا ياخذوا دروس خصوصي عند استاذ من شباب الحزب، جايين لحتى ياخذوا درس اخذوهم، ما بيعرفوا شيء لا عن حزب العمل ولا عن السياسة من اصله، كانوا لامين من يعني، كان في شي 10 بنات هيك بس لانهم يا جيران يا معرفه يا قرايبين حدا من شباب الحزب.